احنا البرد عنا عادي، بس البرد وين؟ عند اهل الخيم. الله يكون بعونهم للي متقاومين بخيمه قماش ولا شيء، يعني نحن يعني بفضل الله امورنا ماشي. فاتوره الكهرباء، فاتوره الكهرباء بس لحوالها 300 ليره 14 يوم، معناتها تضرب على شهر بتطلع لك شهر 600 ليره. ما خلوني اصحاب البنايه اركب صوبه باعتبار البنايه كلها غاز، وانا التمديد عندي قديم ما وافقوا لي على صاحب البيت فعفني على الكهرباء. متعب مبرك بالبيت، يعني من الساعه 5 للساعه 10 قضينا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. يسعد اوقاتكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج عفارم عليك. قرار برفع فواتير الغاز والكهرباء والمي، ولكن هالمرة الارتفاع كان غير مسبوق، و50% على فاتورة الكهرباء. كيف أثرت هالزيادة عليكم؟ خلونا نشوف مع بعض. كيفك مع هالبرد والثلج؟ والله الحمد لله، الحمد لله على كل حال، من عند رب العالمين كل شيء، الحمد لله رب العالمين. التدفئة عندك بالبيت على شو بتدفوا؟ على الغاز ولا على الكهرباء ولا على الفحم؟ لا والله على الكهرباء يا أخي، ما خلوني أصحاب البناء يركب صوبة باعتبار البناية كلها غاز، وأنا التمديد عندي قديم ما وافقوا لي على صاحب البيت فعفني على الكهرباء. طيب زادت فاتورة الكهرباء بنسبة 50%، قديش طلعت عليك آخر فاتورة؟ آخر فاتورة يعني أنا ما بشغل الصوبية كتير، وصرنا يعني نخفف مشان تعرف أوقات الزروة وما زروة وهيك شيء، يعني صارت جتني 400-370 بهالحدود، يعني هيك شيء يعني. السلام عليكم، إن شاء الله ألف صحة. الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا بشباب. سؤال، التدفئة عندك على شو عم تدفوا بالبيت؟ كهرباء ولا غاز ولا فحم؟ لا والله فحم. فحم. مع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمي بشكل عام، كيف أثرت عليكم هاي الارتفاعات؟ والله بالنسبة عادي زادت 20 ليرة يعني، أنا بس بعد الوضع صعب يعني. من قبل قديش كانت تطلع وهلا قديش صارت؟ والله قبل كانت 90 100، هلا صارت 170 190، يعني فرقت والله. طيب عم تستخدموا شيء؟ بتتبعوا شيء نظام الشرائح؟ بتستخدموا يعني الاستهلاك تبعكم بيكون اكثر بوقت التخفيض ولا بالاحوال العاديه ولا وقت الذروه؟ لا لا احوال عاديه، لا ما في شيء تخفيض ابدا. استاذي انت وعم تدفوا على شو بالبيت؟ نفس حكايته. نفس الشيء. كيف أثرت زيادة الكهرباء والغاز على عليكم بشكل عام؟ بالنسبة لي يعني تدريجي، ما منحس فيها، بس غالي يعني. هلق اللي بيشتغل الواحد بالبيت شخص واحد بيأثر، بيلاقي إنه في صعوبة يعني، بس يعني هي كغلاء، مو إنه هالغلاء الغلاء، بس يعني غالي. تستخدموا شيء؟ عم تتبعوا شيء نظام الشرائح؟ تستخدموا شيء وقت الذروة أو وقت؟ لا لا ماشيين هيك على بشكل عادي. عادي. يعطيكم العافية، إن شاء الله ألصح. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. الشكل العام زيادة الفواتير كيف أثرت عليكم؟ والله أثرت كتير يعني. هلا مثلا أنا وأبوي عم نشتغل، ما في يعني إني معين إنا غير أنا وأبوي، عرفت شلون؟ أيوه هيك بس يعني. قديش كانت تطلع عليكم الفواتير بالعادة؟ يعني 200 كهرباء بتطلع علينا. هلا قديش صارت تطلع بعد الزيادة؟ يعني صارت تقريبا 250، يعني كل واحد زاد شيء تقريبا 175 حسب يعني. هذا الفواتير صعب، اسعار كلها طلعت دبل. ايش صار عليك زياده هذا الشهر؟ والله تقريبا فوق ال 1000 ليره زادت علي. شو هي الفاتوره اللي اجتك فوق؟ كهرباء عاديه يعني، بالشهر مثلا اولي كانت تجيني 400 500، هالشهر اجتني 1470 ليره. هي فاتوره منزليه ولا تجاريه؟ منزليه منزليه. شو عم تستخدمه بالبيت؟ عندي صوبه صغيره كهرباء، هي مشغلها يعني، مشغلها بالليل فقط. اجتني والله هيك 1470 تقريبا. من قبل قديش كانت تجي الفاتوره؟ قبل مثلا بالصيف كانت تجيك 200-250، هلا قبل هالشهر مثلا نفس الاستخدام هو هذاك الشهر اجتني 465 تقريبا، هالشهر 1470. يعطيك العافية وإن شاء الله ألف صحة. الله يعافيك والله يسلمك يا رب. التدفئة عندك بالبيت بتدفع على الغاز ولا على الفحم ولا على الكهرباء؟ والله على الفحم، على الفحم بتدفع. طيب بالنسبة لارتفاع الفواتير بالشكل العام، كان غاز أو الكهرباء حتى لأنه ارتفعت 50%، كيف أثرت عليك هذا الشيء؟ والله بالنسبة للسعر يعني أثر كثير يعني،
يعني نسبة الارتفاع كانت كتير عالية كتير يعني بشكل عالي، وليفترض انه ما يكون ارتفاع لهالدرجة، يعني انه نتيجة الارتفاع كانت ضخمة وإلها تأثير يعني على الشعب ولا على يعني والبيوت والمحلات والمصانع، يعني اجا زيادة كتير. يعني ليش كانت تطلع عليك الفاتورة وقديش صارت؟ قبل المي كانت تطلع بالأربعين، اليوم عم تطلع بالخمسة وسبعين، والكهرباء كانت تطلع بالثمانين، اليوم 120 135. قديش عم تطلع عليك الفواتير بالإجمال؟ قديش مخصص مصروف للفواتير؟ فواتير المنزل؟ فواتير المنزل، الفواتير الكهرباء والمي والغاز. يعني يطلع علي شيء 1500 بين كهرباء ومي وغاز. هلا بالشتاء لأني بنصرف غاز كتير حسب البرد. بالنسبة لبعد ما صار الزيادة هي 25% على الغاز و50% على الكهرباء، لاحظ كيف الفرق صار معك؟ يعني غلى عالمي، هذا مو بس تركيا، على كل الدنيا صار هيك، مو بس عنا بتركيا، عادي يعني شيء عادي صار الناس. حضرتك صاحب محل هون ما هيك؟ طيب كيف كان انت عندك فاتورتين بالشهر، كيف عم تعمل موازنة بين فاتورة البيت وفاتورة المحل؟ والله ما بنحسب شيء، كله على البركة على البركة على البركة. قديش عم يروح من راتبك فواتير للبيت؟ يعني فاتورة كهرباء 300 ليرة بالشهر وزيادة كتير، يعني أنا أولي كان 150 ليرة 160، طيب خليها معلش زيادة 50 بالمثل، أول 50 ليرة زيادة معلش، بس 300 ليرة يعني حرام ما بعرف. هي واحد. اثنين، عندك فاتورة المي زادت كمان كتير، يعني استهلاك ما في، هو الاستهلاك نفسه. يعني عندي ليزارية مثل العالم، ليزارية ضواوي كله غيرتهم، صار ضواوي توفير، ما فيها صرف زيادة، يعني اللهم أوضة اللي احنا قاعدين فيها وبس، لا في انه والله شهبان زيادة او والله سخان ولا كذا، دفايع كهرباء ما في عنا، مثل اي عالم. تفاجأت انه بهالفاتورة، هلا الفاتورة اللي اجت 14 يوم 300 ليرة، ما حدا بصدق. كيفك على هالبرد؟ والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله ماشي الحال، فضل من الله. مثل ما بتعرف صار في ارتفاع بفواتير الكهرباء سواء كان غاز او كهرباء ومي، تدفي عندك بالبيت على شو؟ والله انا التدفئة عندي حطب، ونحن البرد عنا عادي، بس البرد وين؟ عند اهل الخيم، الله يكون بعونهم للي متقوين بخيمه قماش ولا شيء، يعني نحن يعني بفضل الله امورنا ماشي الحمد لله رب العالمين، يعني بس قلبنا هنيك. والله نحن مشتركين مع التركي، بس طلعت زياده كثير، يعني كنا ندفع 100 ليره مي وكهرباء، اخر شيء اجت 200 ليره 210 كهرباء مع مي مع نت. زاد عليكم يا كثير. انت بتراعي شيء بالبيت موضوع الاستهلاك من حيث انه بتستخدم بالكهرباء بالذروة ولا بالتخفيض؟ بنراعي كثير، يعني ما عندنا شاحن كهرباء، شاحن و براد غسالي شبان، لانه مثل ما بتعرف يعني بيقولوا هون في ساعات الذروة اللي هي من الساعة 5 للساعة 10 بالليل، فبيقولوا انه لحدا كثير يحاول يستهلك مثل الغسيل وهالامور. يعني ايمتى عم نبرك بالبيت؟ يعني من الساعة 5 للساعة 10 قضينا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. قبل قديش كانت تجيك؟ قبل انا كنت بساكن بولايه بورصه، يعني ما طفيت ال 200، ما طفيت، والمصروف هو يعني، بس زاد عندي هون عم بشغل صوبيا، ما عندي حطب او هذا. بتراعي موضوع الشرائح وقت التخفيض؟ عم براعي، صرنا مثلا مثل خسيل شغلات بالليل كلهم اجلوا بالليل، يعني باعتبار فاتوره بتجي اقل، يعني وهي بشكل عام فاتوره الكهرباء وعين تاب والمي كثير كثيره. يعني مو انت مثلا استهلاكك زايد؟ في زياده بالاستهلاك؟ لا اخي، استهلاكي هو نفسه، يعني ما زاد شيء، هو عيلتي هي نفسها ما بتزيد شيء استهلاك. قلت لك بس يعني شغله الصوبيا فرقت، ما خلونا نركب حطب او كمر او هيك شيء، يعني بس افرغ كثير. جرت الغاز 210 215. قديش كنت تاخذها من قبل؟ قبل كنا ناخذها ب 150، من زمان كنا ناخذها. هي سر مثل كل العالم، يعني عادي جدا، يعني شو ما بطلع شيء باليد الحمد لله على كل شيء. كونه انت عندك محل ففي عندك فاتورتين، كيف عم تقدر توازن بين فاتوره المحل وفاتوره البيت؟ قديش الاختلاف بيناتهم؟ والله هلا بالنسبه لفاتوره البيت طبعا راح تكون اقل من فاتوره المحل. فاتوره المحل يعني صارت تقريبا دبلين، بس فاتوره البيت يعني بدنا نقول دبل ونص، والحمد لله رب العالمين، الله عم بفضل. انا بشتغل انا وزوجتي، يعني لحتى نحسن نسق بين الطرفين.
حتى يعني من الحكومه بالدوله ما بيطلع لي. يعني كم مره رحت ما في لك ما في لك ما في لك، غيرنا كذا بيت ما بيطلع لك ما بيطلع لك، رضينا معلش. اليوم المرضى عاش الحمد لله، ولكن اليوم انه زياده كمان على الكهرباء يعني محاربين صرنا بلقمه العيش. عندي ضوء ضوء البيت كلياتهم توفير، الليزرية اذا ما احكمنا في عندي غاز، اذا ما في طبخه ثانيه مثلا جنب الرز طبيخ كذا بتعرف انت لازم انه بنشغل الليزرية. اما وضع العادي على الغاز، اما صهره في صرف مثل ابو لبهنك وكذا على الفاضي، لا الاوضه اللي احنا قاعدين فيها وبس ما في. المهم الحمد لله عم ناكل ونشرب وعايشين نحن وصلنانا وعم زيد معنا. يعني ما اثرت ان شاء الله بشكل سلبي عليكم هال 50%؟ بس عم نخسر ما عم نخسر، عم نربح الحمد لله، نربح البركه. يعني نحن اللي متعلم يشكي ويبكي هاي عادي. اليوم كنت اشتغل ب $1000، اشتغلت $700، عم بقول والله ما في شيء، بشكي وببكي، لا ما بصير الحمد لله على طول الحمد لله. يعني سما من اي فضاو شغال ابدا، يعني حتى بالليل مثلا صار الساعه 11 بنطفي الاضويه عندنا بقلب البيت. فارم عليك. طبعا بتراعوا شيء موضوع نظام الشرائح بتستخدمه بوقت الذروه او بوقت التخفيض؟ المشكله ما عم نعرف، هلا نحن بنجي على البيت بالليل هي يعني من الساعه 7 للساعه 1 2 شغالين السوبا، طفيناها ومنمنا، هذا هو الاستخدام يعني. لحتى نحن بيت شباب كمان، مو انه والله عائله في عندك غساله في عندك شيء، ما في كل هالشيء. في امكانيه مثلا كنت تستخدموا صوبات مثلا على الفحم او على الغاز؟ لا هلا نحن بالبيت ما في هيك، يعني مشغلين صوبه اجباري، يعني انه شباب نجي بنبرك وبننام، يعني ما في وقت لحتى واحد يشغل صوبه او هيك. اي والله هيك عم تجي، يعني اسعار غاليه كثير صارت. بعد هالفاتوره هي الكبيره اللي اجتك ما بتكون مثلا تراعوا موضوع الذروه بهذا الشيء؟ طبعا هلا صرنا نشغل شوي طفي شوي نشغل شوي، بس شوفت عينك بهالبرد كمان واحد مجبور يعني. الكهرباء شغالة بالنسبة للبراد للغسالة للفرن، هذا وقت الحاجة بدنا نشغله، يعني ما في عند إجباري. ما بدي أبرك أستنى للساعة اللي فيها مثلا التخفيض شوي لحسن أشغل فيها فرن، ما مستحيل. مثل ما تابعته مشاهدينا الأسعار الفواتير فعلا عالية، الحل الأنسب المتوفر بين إيدين الجميع هو مراعاة ساعات الذروة وتقليل استهلاك الكهرباء فيها واتباع نظام الشرائح. نلقاكم بحلقة جديدة، تبقوا بخير.